بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد طه. هنكمل ان شاء الله الدرس بتاعنا اللي احنا شغالين فيه اللي هو وورد 2010. احنا خدنا اول حاجة تعرف كده على الازرار الخارجية للبرنامج، ملف والصفحة الرئيسية وادراج وتخطيط ومراجعة ومراسلات ومراجعة مراجع ومراسلات ومراجعة وعرض. احنا قلنا اول فايل ده لو انا عايز احفظ ملف، بفرض مثلا على سبيل المثال انا بكتب مثلا عاوز كلمة، انا بكتب جواب او بكتب خطاب، بكتب حاجة مستند معين ايا كان. طيب انا دلوقتي مثلا بكتب مثلا شركة المقاولات العامة على سبيل المثال، يعني ده مجرد حاجة تخيلية. إدارة مثلا المحاسبة مثلا، خلاص كده. طيب وعايز اكتب في نص السطر هنا، طب انا عملت ايه هنا فوق؟ اول حاجه طبعا كتبت الخط عادي اهو، لما اجي اكتب الخط اكتب الجواب بتاعي وبعد كده انسق، يعني انا احط في دماغي ده. انا بدي لحضرتكم مش دوره اللي هي بقى الزراير كذا واعمل، لا انا بدي شغل. يعني الدوره اللي انا هاخدها ديت او المعلومات اللي احنا بنشوفها دلوقتي باذن الله، ان انا واحد عايز اكتب جواب، عايز اخش على صلب الموضوع، هو ده انا بشغل فيه. مش دورة نمطية ان انا نعرف الزراير ونعمل كذا ودي ادراج، مش دورة نمطية، دورة عمل حقيقية ان احنا فعلا عايز اكتب شغل، عايز اخش في شغل مش حاجة نمطية. طيب بكتب عادي، بعد ما اكتب شركة المقاولات العامة دي انتر، واكتب ادارة المحاسبة خلاص كده، وبعد كده انتر تاني اهو. طب انا بعمل كنترول اي خلاص كده، كنترول اي او اطلع بالسهم الى المكان ده عشان اعمل توسيط اهو، حتى مكتوب ايه كنترول زائد اي. طب اكتب مثلا في نص السطر مثلا انا هخاطب على سبيل المثال اداره تانية مثلا السنترال مثلا، هكتب مثلا ايه السيد الاستاذ، واعمل سلاش مسافه كده سلاش خلاص، السيد الاستاذ مثلا مدير عام مثلا السنترال، يعني ده سنترال كذا، انا بكتب كده يعني حاجه عامه. طيب هنا بكتب بعد انتر تحيه طيبه نقط كده خلاص، شيفت واقل من او اكبر من اللي هي عند الظاء، وبعد كده ايه وبعد على سبيل المثال انتر تاني. هتقول انا عايز ارجع تاني من اول السطر، كنترول جي كنترول جي كنترول جي، انا بدي على طول شغل على طول كيبورد بدل ما اطلع بالماوس وشغل اللي هو ايه الهوا ده بقى، لا خلاص انا عايز شغل، وانا بدي لحضراتكم ملخص مش مجرد ان انا بدي اللي هي بقى ايه ان احنا التنسيق ايه وكذا، وادي كل زرار بده ماذا هي فائدته واكتب الكلام ده، لا انا بدي حضراتكم مجال العمل على طول، وازاي اكتب خطاب وهنسى وهنشوف دلوقتي الكلام ده ازاي صلب الموضوع. انا قصدي دي الدوره دي او الـ الفيديوهات اللي هنعملها دي ان شاء الله بتاعت الوورد، صلب الهدف هو اللي انا عايزه. طيب هكتب مثلا هنا نتشرف مثلا زي بيكتبوا كده في الجوابات في الايه دايما المخططات الرسميه، نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيو اصل الشيك الصادر الي من طرفنا مثلا، طرفنا خلاص كده بقيمة، افتح قوس كده وسيب مسافة، جنيه وذلك عن وذلك وعن شهر عن 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 مثلا دفع، وذلك لدفع فاتورة على سبيل المثال، يعني فاتورة شهر عن شهر عن شهر مثلا سبعة على سبيل المثال نوفمبر 2018 الشهر اللي احنا فيه خلاص كده اه، ولكم جزيل الشكر والتقدير. طيب انا كده خلصت. طيب مثلا يعني هنحط التوقيع والحاجات دي كلها، دي كله ايه براحتكم بقى،
اللي هو مثلا واحد هنا كنترول جي، عملت كنترول جي ماشي. طيب انا هقرب هنا بالكاميرا شويه كده علشان ايه نشوف الخطاب بيتعمل ازاي. اكتب هنا مثلا المختص، خلاص كده في النص السطر امشي شويه، واحد اللي عايز يعمل كده براحته. ممكن في طريقه تانية ان انا امشي الحركه دي، اروح بالماوس واشاور فوق المسطره فتيجي هنا على طول، او اشاور هنا في المسطره تيجي هنا اهو على سبيل المثال يعني. او مثلا اجي هنا زي ما كده، عايز انقل بقى الفقره كامله في الحته اللي انا عايزها على سبيل المثال. طيب اول المختص هو بعد كده مثلا رئيس القسم، وهنا مثلا يعتمد على سبيل المثال يعني. طيب هتقول طب ما ده يعني الناس دايما بتكتب بالشكل ده، طب انا عايز انسق، طب ده خطاب عادي خالص ومش اي حد ممكن يكتبه يعني. اما اجي مثلا اجي انسق كده تنسيق بقى الجواب عشان يبقى شكله حلو، اول حاجه هروح على تخطيط الصفحه، خلاص كده اروح على حدود الصفحه. بعد كده كلمه حد صفحه اهو، الاطار اللي في حد الصفحه ده اروح على بلا، دي بلا اللي هي رسمه على صوره. واروح مثلا على سبيل المثال انا بختار، بحب اختار الايه الرسمه دي، لان ده بصراحه يعتبر يعني انا بحب الرسمه دي، الاطار ده على اساس ايه شكله يعني كويس نوعا ما واطاره كده يعني شكله ظريف. طيب بعد كده شركه المقاولات دي اختار فونت من فونتات. طب الفونتات دي انا جبتها منين صح؟ طيب بحملها من على النت، واروح على كنترول بانل بعد ما حملتها على النت، واروح على فولدر فونت ده وافتحه، خلاص اضغط عليه. معلش طبعا هو بيحمل اكتر من 1000 فونت عشان كده بياخد وقت، 1234 ما شاء الله يعني حلو. طيب بجيب مثلا عندي هنا بيكون محتفظ مثلا بفولدر عندي فيه الفونتات دي، طيب وهروح عليه على سبيل المثال، واروح كده على الخطوط العربية اللي انا عاملها دي، اعمل كنترول ايه واروح كوبي باست، خلاص كده سهلة دي، صحيح سهلة مفيش فيها مشكلة. فبتطلع عندي هنا الفونتات اللي عندي فوق هنا، خلاص كده انا بدي حضرتكم والله معلومات انا عارفها تماما باذن الله. عايز مثلا اغير الفونت ده اللي هو طبعا ادفيرتايزنج بولد ده كويس جدا، سلطان برضو ميديوم كويس، في برضو اللي هو الخط اللي هو تيبا نورمال ده ممتاز جدا على فكره، برضو الخطابات يعتبر قريب للفونت اللي هو الفونت اللي انا واقف عليه ده، قريب للفونت الشكل ده. وفي فونتات كتير صخر وغيرها، فونتات حلوه كتير جدا للكتابه، دايما خطوط الكتابه اللي هي بتبقى تقيله الدكنه دي بتبقى افضل بصراحه، ايا كان بقى نوع رسمه الفونت، خلاص كده يعني. في ناس بتحب اللي هو مادر ام تي، في ناس بتحب اللي هو تايمز نيو رومان، اريال الى اخره، ارابيك ترانسبيرنت الى اخره، كل ده ممكن فونتات كتير على حسب اللي بيكتب هو عايز الفونت شكله ايه، على حسب هواه هو. لان مثلا فونتات زي ما احنا شايفين كده انا عندي حاطط فونتات، مجموعه فونتات كبيره جدا. والميزه طبعا كل ما انت حضرتك شغال زي ما احنا شايفين كده الكمبيوتر طبعا بيطبق على طول على النص نفسه مباشره زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. المهم انا هختار فونت معين انا حابه ان انا اكتب بيه الخطاب بتاعي، خلاص كده وهستخدمه. وبعد كده اداره المحاسبه ديت برضو يعني نوعا ما ممكن اعمل اخد من ده واعمل نسخه تنسيق، خلاص واروح على ده بقى كده، خلاص كده كويس. اروح على كلمه الاستاذ، الاستاذ اجيب برضو فونت من الفونتات اللي انا بحبها ديت او اللي انا عايزها اي شيء ايا كان نوع الشكل، واكبره بكنترول ودال، كنترول ودال وكنترول وجيم. جبتها منين؟ من هنا، سهم فوق اهي وسهم تحت اهي، يعني ممكن بالماوس وممكن بالكيبورد، اللي عايز يشتغل كده يشتغل، اللي عايز يعمل كده براحته ادنى مفيش ادنى مشكله، خلاص كنترول دال وكنترول جيم يكبر ويصغر، ادي كده اختصارات. طيب انا بدي حضراتكم الشغل، قلب الشغل نفسه من غير بقى النظام اللي هو الرسمي ده. تحيه طيبه. وبعد عايز تنقلها، عايز تديها فونت تاني، عايز كل ما كان الجواب فيه فونتات كتير كل ما بيبقى شكله افضل بصراحه يعني. انا شفت كده نتشرف وكلم دوت الرسمي، ان كان في خطابات رسميه او خطوط عاديه بتكتبها باي فونت انت حضرتك عايزه. هنقول الفونت، خلينا في الفونت سلطان، وناخد فونت ده ونعمله اللي هو بولد ده، اللي هو البولد اللي هو بي تي بولد هيدنج ده، موجود اصلا مع الويندوز ساعه ما انت ما بتنزله، هو بيكون من ضمن الخطوط الاصليه مع البرنامج، ولكن جزيل الشكر ده طبعا ممكن تظبطه برضو بفونت تاني اللي انت عايزه، ولكن جزيل الشكر مثلا كده. وبعد كده ده ممكن تجيبه في النص براحتك، تجيبه ده في الاول كنترول جي اللي هي ضبط،
طيب وبعد كده رأس القسم شوية كده وده شوية، يعني مثلا ده ممكن تستخدمه بالشكل ده، ومثلا يعني تكبره بالشكل ده. يعتمد بقى المدير، بقى مدير يعني اكبر شوية، رئيس القسم اكتر شوية، يعني على حسب ما يتراءى ليك، على حسب ما يتراءى لحضرتك انت بتعمل ده. مثلا دي الخطوط اللي هي ايه، دي الخطوات الرسمية. عايز تحط بقى ادراج شعار الشركة على سبيل المثال، يعني انا كنت عامل شوية شعارات كده ليا، انا كاتبها اعملها راسمها كده، تحط بقى شعار الشركة اللي انت عايزه كيفما يتراءى ليك، شعار الشركة بتاعك، شركتك او المؤسسة بتاعت حضرتك، الشكل اللي انت عايزه اللي انت يتراءى لحضرتك، تضيف وتعمل لها ادراج وتعمل لها ايه تنسيق كده وتعمل لها ضبط. طيب انت مثلا عايز مثلا تضيف شكل من الاشكال ديت، انا يعني هفترض ان دوت يعني الايه شعار الشركة، هفترضه في الحتة في المساحة دي، انا حبيت احط يعني شيء كده مجرد رسمة درو، يعني رسمة كده ان ده شعار الشركة يعني اللي انا حاططه، وعايز اصغره واصغره وعايز اكبره واكبره زي ما انا عاوز، هيطلع برضو شكله كويس. خلاص كده. طيب وبعد كده ادي كده ممكن ايه يعني نوعا ما عايز اكبر الفونت ده شوية، بدل ما هو 11 اخليه اكبر شوية عشان يطلع في برينتر 14 مثلا على سبيل المثال، عشان يبقى واضح حتى للي بيقرا. خلاص. ومع الكنترول والبكرة، كنترول بكرة اصغر الجواب واكبر الجواب عندي في النسبة للرؤية، كنترول وبكرة الماوس، كنترول وبكرة الماوس زي ما حضراتكم شايفين كده بيكبر عشان اعرف اشوف، بدل ما انا عمال ايه عيني في الشاشة كده الحاجة تبقى كبيرة قدامي كده بقى انا شايفها. خلاص كده. طيب الله اكبر الله اكبر. طيب هنا عندنا مثلا هنا في الاوفيس الجديد ايه بقى، هتقول لي الجديد ايه صح كده. اه كويس. الجديد انا عندي هنا زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، طبعا كله هيطلع ابيض في اسود، استخدم خطوط سمراء، خطوط كذا زي ما انت عايز، هتطلع البرينتر الوان طب حضرتك تطبعها مش ادنى مشكله. عايز تعملها توهج تبقى الكلمه يعني طالعه كده ايه متوهجه كده شكلها جميل براحتك، يعني كل ده في ايد حضرتك عن طريق الادوات الجديده اللي نزلتها بصراحه شركه مايكروسوفت في الوورد 2010، عن طريق ده من ظل بقى من تاثيرات النص الى الظلال بتاعتها، الحاجات دي كلها ممكن حضرتك تديها بقى ايه زي ما انت عاوز. خلاص كده. يعني كل ده تاثيرات النص دي كلها انت ممكن تعملها، ان انعكاسات عايز تعمل انعكاسات ليها. اسف انا كده ما عملتش حاجه، انا كده عشان ابين لحضراتكم كده. وهنا الظل، ممكن الظل هنا يجي، ايوه بدا ايه بدا ياخد تاثيرات ازاي، شوف بدا ياخد التاثيرات ازاي اهو، بدا ياخد تاثيرات صح ولا غلط، بدا ياخد تاثيرات فعلا اهو شغال. طيب انعكاس، انعكاسات فعلا شغاله، انعكاسات اهي، لو انا عايز اعمل انعكاسات ده الجديد بقى في الوورد اللي 2010، غير 2000 غير 2007. هتقول طب ما في وورد ارت صح، حلو قوي. وورد ارت مش بالشكل ده يا جماعه، الوورد ارت مش بالشكل ده، يعني الوورد ارت اللي في 2007 فيما اقل مش بالشكل ده خالص. ده بصراحه اضافه جديده شركه مايكروسوفت عملته، ان هي تعمل حته التوهج والكلام ده، وفي خيارات التوهج كمان والظلال والانعكاسات والحاجات دي على الفونتات العادية، على الفونتات اللي حضرتك بتكتب بيها. خلاص كده تمام. طب ايه كمان، ادي دي الكتابات العادية جدا اللي ممكن اكتب بيها. طب هنا بفرض مثلا انا هاخد مثلا نص، وهاخد مثلا على سبيل المثال جواب تاني، عايز اكتب جواب تاني فيه بقى ايه، في جواب مثلا تاني بشكل تاني فيه نوع من ايه، انت عايز تكتب كلمة على سبيل المثال، او هتكتب هنا على سبيل المثال ايه، هيبقى في موافقات في حاجه بتاع، فانت عايز تكتب كلمه بقى ايه لحاجه فيها امتار ومربعات وفيها قياسات بقى. خلاص كده. شوف انا هعمل ازاي، شوف انا قربت كده حضرتك بس عشان اعمل ايه، اكتب ازاي متر، لو انا عايز اكتب كلمه متر ومربع، طب اوصل لها مربع ازاي دي صح، انا هقرب اهيوت علشان حضرتك تشوف ازاي الكلمه المربع دي هتيجي، كنترول شيفت زائد واعمل مربع، شوف كلمه المربع طلعت ازاي فوق. طيب خلاص كده. طيب هنا متر مربع، طيب انا عايز اعمل مثلا متر مكعب، كنترول شيفت زائد 3 وهكذا الى اخره، طبعا زي ما سهل الكلام ده كله. طيب هنا في مثلا ناس مثلا مدرس كيمياء او حاجه زي كده، وعايز يكتب سي او صح، سي او 2، جبتها منين انا صح، جبتها انا منين؟ طيب انا هكتب النص كده، عملت كنترول شيفت شمال،
اخلي الفقره عربيه والفقره انجليزيه. الفقره العربيه يا جماعه كنترول شيفت يمين، بقت عربيه ازاي؟ هكتب عربي. بقت جت منين؟ فوق اهو، من هنا، من فوق اهي. يا اما استخدم الزرارين دول، يا اما اعمل كنترول شيفت يمين وكنترول شيفت شمال. كنترول شيفت يمين هكتب فقره عربيه، كنترول شيفت شمال فقره انجليزيه. طب انا هنا كتبت ال 2 دي ازاي؟ صح؟ اه. انا هنا مثلا دخلت هنا علشان بس ايه، الكتاب احنا فيه بنص بصدد الكتابه وازاي انسق واكتب جوابات. هنا هكتب سي او 2، هنا سي او، خلاص سي او اهي سي او، وعايز اعمل ال 2 كنترول زائد، كنترول زائد ال 2 تيجي. طب انا عايز اجيبها من الكيبورد، انا مش عايز اجيبها، انا عايز اجيبها بالماوس، مش عايز اجيبها بالاختصار اللي انت بتقول عليه. طب اعمل ايه؟ اه طيب، اكتب اضغط على الزرار اللي هو الاكس ده اهو، الاكس 2 اللي هو منخفض، واضغط عليه واعمل 2. طيب عايز اكتب الاس فوق، ماشي كده. انا عايز اكتب الايه، الاس فوق اللي هو ده مرتفع اهي، كنترول شيفت زائد اللي هي فوق دي اهي، اللي هي 2 2 اي حاجه، خلاص كده. طيب هنا بالنسبه للموقف ده بتاع ان انا اكتب ازاي حاجه بالمتر المربع والمتر المكعب، في ناس كتير بتعمل الحكايه دي وما بتبقاش قادرين يعملوها ازاي. طب هتقولي دلوقتي انا عايز اكتب حاجه تانية خالص، عايز اكتب حاجه يكون فيها معادله، عايز اعمل معادله. المعادلات دي بتقابل ناس كتير مشكله، صح كده؟ المعادلات يا جماعه بتقابل كتير قوي مننا مشكله، ازاي اكتب المعادله؟ عايز اعمل مثلا ربع، نص، ثمن، طب انا اعملها ازاي؟ صح كده؟ كويس. حضرتك هتيجي في ادراج مربع نص. انا اسف معلش ان انا استخدمت الوورد 2007، بس يعني بس للغرض ده، لان مش عارف ايه المشكله في ادراج عندي هنا، في مشكله في الوورد عندي في 2010. كل ما بفتح الادراج بعمل انسيرت الاقي المشكله دي بتطلع، لكن هو يعني قريبين لبعض. انا بس عايز ادي لحضرتك ازاي نعمل الكسر، كسر ايا يعني كان نوع الكسر. طيب باجي بعد بفتح طبعا زي ما احنا جبت كده، بعمل ادراج، انسرت هنا ادراج اهو، اعمل ادراج اهو، خلاص كده، وبشيل ده كله، الكلمه اللي هو بيكتبها لي هنا. بعد كده بعمل كنترول اي عشان يبقى في النص، بعمل مثلا 4 او 1 وادي انتر واربعه، خلاص كده. هتقول ايه لا، طب ما هنا في مربع مش باين. اه كويس. الشيب فيل ده اهي، اقول له نو فيل، اللي هي ايه، بلا خلفيه يعني. والنو اوت لاين اللي هو الخيطار الخارجي، كده بقى كده خلاص فاضي معايا. شرطة الكسر هروح اجيبها من الانسرت، من الشيبس او الاشكال، واجيب شرطة الكسر زي ما انا عاوزها اهي. طيب هنا بقت شرطة الكسر، تقول لا، لما انا اجي اعمل كده واعمل كده، ده الشرطة بتاعة الكسر بتبعد عن الحاجة، مش ماسكين في بعض، حاجة واقف كده ماشي ومضغط كنترول وانا ماشي كنترول، هتلاقي هنا الماوس بقت عامله زي علامه الزائد. انا هقرب لكم زوم عشان حضراتكم تشوفوا الاتنين كده بقى مع بعض، خلي بالكم هنا كائنات مع بعض. او عن طريق السيلكت، بعمل سيلكت اوبشن وبعمل كده بايدي بالسيلكت اوبشن بالماوس، واعلم على كل الكائنات اللي انا عايز اعملها تجميع، خلاص كده تمام. وبعد كده اعمل كليك يمين، جروبنج، جروب كده، خلاص بقوا مع بعض جروب اهو، نمشي كده مع بعض، خلاص كلهم لاحمين مع بعض كده، خلاص بقى معاك فعلا على طول. طب هتقول لي مثلا دلوقتي انا عايز اعمل، عايز اغير، اخد نسخه مش ربع ده بس، انا اهو اعمل نسخه، كليك كنترول، كنترول وانا ضاغط وانا بعمل يمين، شوف هتلاقي حتى الماوس عليها علامه زائد. طب انا سبت الكنترول، ما فيش هنا، هيبقى في تحرك بس. طب عملت كنترول هيطلع هنا زائد، زائد معناه ان هو هيدي نسخه تاني من الكائن اللي انت ماسكه، انت ماسك بالماوس، انا ماسك بالماوس اهو، وهعمل كنترول، شوف اول ما اعمل كنترول هيبقى في زائد على الماوس، وانا واقف هعمل كنترول كده مفيش، اعمل كنترول كده وانا بعيد عنها مفيش، كنترول كده بضغط على الكنترول، خلي بالكم بضغط على الكنترول اهو. طيب هعمل كنترول وانا بسحب كده، مع السحب هيقوم ناسخ لي واحده ثانيه جديده. طيب اضغط كده علشان اشاور، علشان ايه، اعمل بسم الله، اعمل كده ايه، عايز اكتب يعني، عايز اكتب على الايه، عايز اكتب على الكلام اللي انا كاتبه يعني، عايز اكتب كده تمام. وبعد كده هكتب مثلا على سبيل المثال مثلا نص، هنزل بقى لرقم 2، رقم 4 اعملها 2 بس، الى اخره بقى، خلاص كده كده انت عرفت بقى يعني، كده بقى عندي شرط الكسر ايه،
اقدر اعملها براحتي، اقدر اعمل شرط الكسر كده براحتي تماما، مفيش ادنى مشكله. خلاص كده تمام كده يا جماعه، انا كده اقدر اكتب الكسور ازاي، ارسم الكسور في قلب الوورد. خلاص طب انا هاخد دي الكسر ده كده تمام، واروح على الوورد 2010 خلاص، واحط هنا الكسر اللي انا حاطه اهو، جبته خلاص كده، جبته من 2007 ل 2010 عادي، مش عندنا مشكله. انا مش عارف ايه السبب ان كان في مشكله هنا عندي في الادراج بتاع الكائن، كل ما كنت بفتحه يقوم يقفل مني، في كان في عندي هنا خطا تقريبا في ال... طب هنا ادي النص عندي اهو خلاص كده تمام، هنا عندي الكسور، ازاي اكتب الكسور، كيفيه كتب الكسور، اكتب الكسور ازاي. طب هنا اقول لك لا، ده هنا شرط الكسر طارت. شرط الكسر بتاعتي طارت، طب اعمل ايه؟ هنا بيختلف الوورد 2007 عن وورد 2010 في الموضوع ده يا جماعه. شوف عمال لك اطارين ازاي، اطار واطار، ممكن اعمل اطار ده واطار ده، ما كانش الموضوع ده في 2007. شوف 2007 هنا كله مع بعض وخلاص، صح؟ مش ملاحظين هنا في اختلاف؟ لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا في اختلاف فعلا موجود ما بين ده وده. 2010 مديها شويه ايه، نوع من يعني تحديديا شويه، ان انا ممكن اعمل كده. طب انا هعمل كده وهنسخ اهوت، نسخت فعلا اهو. طب هكتب بقى براحتي، هكتب هنا مثلا 2 على 2، او 2 على 2 على مثلا 10 يعني، على سبيل المثال يعني، مش عارف بقى، اي كسر براحتكم يعني، اي واحد عايز يكتب كسر او معادله، صح؟ هعمل هنا معادله اهيت، واكتب هنا ايه الكسر بتاعي، عايز اكتب في قلب المعادله كلها مش ادنى مشكله، وهتبقى متحركه في ايدي بقى خلاص اهو. وعايز على فكره هتتمد بقى زي ما انا عاوز، ما هي بتكبر وبتصغر، ما انا عامل لها جروب خلاص كده. بفرض دلوقتي انا عايز اعمل مثلا معادله كيميائيه كامله، طب ده هنا هنسيب الموضوع ده، موضوع الكسر، وانا مثلا عايز اعمل فقره عربي انجليزيه، كنترول شيفت شمال، هتنقلت الكرسور هنا اهي، او من الايقونه اللي قدامنا ديت اللي هي في الصفحه الرئيسيه، وعايز اكتب مثلا حاجه يعني ايه، حاجه بالنسبه لو انا عايز اكتب معادله كيميائيه سي او كنترول زائد 2 سي او سي او 2 او سي هنقول مثلا سي زائد او 2 اهيت، مسافه كده تمام بتدينا سي او 2، صح ولا لا؟ خلاص صح ولا غلط؟ تمام. طب انا عايز اعمل هنا سهم، سهم المعادله اهو، سهم المعادله اهوت عن طريق ايه، سهم المعادله اهو كده، وممكن اخليه لون الاسود الاسمر دوت، او اي، واعمل تاثيرات زي ما انا عاوز، او اعمل شكل معين اتقله شويه اكبره شويه زي ما انتم شايفين. ادوات الرسم من تنسيق، ليه ادوات الرسم دي بتظهر امتى؟ ادوات الرسم دي بتظهر، شوف لما بتختفي ازاي، لما انا اضغط على ايه، على النص. طب انا لما عايز اروح اضغط على الكائن ده يبدا تظهر ليه خصائص الكائن، هو دي ميزه 2007 و2010 فيما فوق كل الكائن يعني، بتظهر الادوات عند العمل على الجداول، العمل على الاشكال، الرسومات الى اخره، بتديك ادوات الايه، ادوات الايه، الرسم ده او التنسيقات، تبدا تظهر لك الادوات الخاصه بالشيء اللي انت شغال عليه ده.